السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكاع المتتبعات جداد، متتبعين اللي دخلوا عندي واللي كيتواصلوا معايا، مرحبا بكم، شرفتوني. كنتمنى ان شاء الله القناه ديالي تنال الاعجاب ديالكم وتستافدوا معايا. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نحضروا الروتين ديال الطلبيه مزروبه. صراحه هذه الطلبيه هذه كانت عندي طلبيه مستعجله والحمد لله وسلكت راسك. فيها الفقاص، فيها غريبه بهله، وفيها كيك جوج ديال انواع الكيك بعجين واحد، وفيها حريشات في تمشات لهم معكم. اللي بغى الحريش نخلي لكم اللين ديال الفيديو ديال الحرشه صندوق ديال الوصف. اللي يعني ان شاء الله اللي كيتفرج فيا وعجبو الفيديو ضروري ديروا لايك، ما تنسونيش من اللايك، وتبارطاجيو مع العائله ومع الاصدقاء، هكا ان شاء الله باش القناه ديالي تكبر ويدخلوا عندي ان شاء الله متتبعين جداد. كنتمنى ان شاء الله تستافدوا معايا في الفيديو هذا، ومرحبا بكم معايا. ويلا قبل ما نبداو، اللي باقي ما دارش ليا اللايك اهبط دابا دير ليا اللايك الفيديو، وان شاء الله نبداو الفيديو ديالنا. اول حاجه خصني نبدا بها هنايا هي الفقاص، لانه خصني نخليه يرتاح واحد شويه عاد ندوز نقطعه. تما درت اللوز، درت جنجلان، درت النافع، ودرت البيض، ومن طبيعه الحال غادي ندير سكر سنيده. انتظروني في فيديو ان شاء الله قادم غادي نشارك معكم فيه التفاصيل ديال الفقاص من يد الحلاويه اللي كنت وعدتكم به ان شاء الله. وهنايا كيف ما غادي تشوفوا معايا كنخلط هذوك داكشي اللي عندي مزيان، وكنضيف واحد زلافه ديال الزيت نباتيه. المقادير الجايه ان شاء الله باذن الله غادي نعطيكم المقادير معبورين السيده اللي كتصايب ليا الفقاص. كيف ما قلت لكم هكا باش كلشي ان شاء الله يكون واضح. المهم فاش درت هذاك الزيت خلطته مزيان مع داك السكر سنيده، مع اللوز، مع الزنجلان، مع النافع، حتى ينسجموا العناصر مع بعضياتهم. هانتوما ضروري كتشوف بحال انا كنطرب. ونوصيكم ما عمركم ما تعجنوا الفقاص في العجانه، حيت واحد النهار طرا لي انا مشكل. السيده اللي كانت عندي شحال هذه وكانت خدامه يعني معايا في المحل، كانت واحد النهار كانت عندنا واحد لا كوموند وشداتها خدمتها ودورات يعني الفقاص، دوراتو في العجانه تدرت لي طحين دوراتو، عرفتي جا واحد الفقاص حالته صدقنا عاودنا فقاص اخر للسيده. المهم ما تديروش في العجانه كيف ما قلت لكم منين ديروا فيه الطحين، تقدروا في الاول بحال هكا ديروا في الروبوئيه، ولكن منين ديروا ليه الطحين لا. المهم على حساب التجربه ديالي هنا غادي ندير الطحين بشويه بشويه. ما عمركم النصيحه اللي نعطيكم، ما عمر الفقاص ما تشدوا الطحين وتكبوه كبه وحده لا، لان دابا مشكله النوع ديال الطحين، كل طحين والنوع ديالو، كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم يعني حاولوا انكم داك تقريبا هو الفقاص تقريبا كيهز كيلو ما كاملش، ديك 900 غرام هكاك ديال الطحين تقريبا اللي كيهز. ولكن ان شاء الله كما قلت لكم مقادير الجايين غنعطيكم مقادير بضبوطي. هنا غادي تشوفوا معايا كنبقى نضيف داك الطحين بشويه بشويه، وضفت هذيك الجوج ديال الخمارات. وبالنسبه اللي بغى ينسمو ينسمو بالفاني ولا ينسمو بما زهر ولا هادي، انا صراحه كيعجبني داك المذاق ديالو هكا ديال الفقاص، كيجي طبيعي وكيجي زوين. صافي كيف ما شفتوا معايا غادي نبقى نضيف انايا الطحين بشويه بشويه حتى نجمع الخليط اللي عندي كامل. هنايا غادي باش يعني باش ما نضيعش الوقت، فانايا طربت تما واحد البيضه، بيضه تقريبا درت معاها واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو. مهم غير باش كتعطينا واحد المنظر في الفقاص. غادي ان شاء الله باذن الله منين غادي نجمع العجينه، هانتوما شفتوا العجينه كيفاش عندي خفيفه. العجينه ديال الفقاص ما عمركم ما تقصحوا العجينه الا حيت هو راه الفقاص راه كيغدر، راه ما حدكم انتوما كتكوروا في العجينه وما حدا كتقول لك زيديني الطحين لا. يعني الفقاص دائما حاولوا ما عمركم الطحين، يعني السر النجاح ديال الفقاص هو انه خصو يكون خفيف. كما قلت لكم غنشارك معكم كل شيء ان شاء الله فيديو، انتظروني فيديو زوين بزاف على الفقاص والنجاح ديالو، فيه التفاصيل كامله والمقادير وكل شيء. هنايا كتشوفوا معايا كندير انا واحد يعني غادي ندير هذوك الكويرات قسمتهم، وغادي ندهن شويه يدي غير شويه، والبلون ديال الطرافاي ديالي غير بشويه ديال الزيت. صافي بحال هكا كنحاول نديرهم هكاك دي بودان طوال، يعني على شكل هكا كيف ما كتشوفوا معايا. وكنحاول نجمع ليه داك الجناب عي، علاش؟ باش ما يجيوش فيه داك الثقوب خاويه من الوسط، يعني حاولوا تجمعوه مزيان لان الفقاص هنايا عندنا خفيف. غادي نكمل انايا داك العجينه اللي عندي كامله ديال الفقاص، ومن بعد صافي انا ستفته هنايا في الطاوه غادي ندوز باش غادي ندهنها هنايا كيف ما كتشوفوا معايا بداك الخليط اللي عندي ديال البيض وديال الفقاص. وغادي ندخل ندوز باش نزوقو غير بواحد الفرشيط اللي عنده يعني الفرشيط كتكون متوفره عند كل شيء،
بحال هكا كنديروا فيه واحد الزويوقات كيف ما غتشوفوا معايا. تنظن راه كلشي كيعرف دابا الحمد لله اليوتيوب فيه كلشي، كلشي كيعرف يدير هذا الزواق بهذا الفرشيط هذا. صافي هنايا غادي ندخلوا الفران يطيب ليا، ومن بعد ما غادي يطيب غادي نخرجوا وغادي نغطي عليه يعني بهذا بواحد المنديل يكون طبيعه الحال فازك، ما يكونش المنديل عاوتاني فازك بزاف، المنديل يكون يعني شنقول لكم ما يكونش تيقطر بالماء باش ما يعجنش لكم الفقاص. صافي وغادي ندوزو من بعدنا غادي يطيب ليا بطبيعه الحال غادي ندوز نقطعو وصافي وغادي ندوز نكمل معكم التحضيرات الاخرى اللي عندي في هالطلبيه هذه. صافي من بعد ما درت الفقاص يطيب دابا غادي ندوزو باش نوجدو الكيك. كيف ما قلت لكم خليط واحد غنخرجو منه جوج الانواع، يعني راه نفس الخليط. انا غنقول لكم اش درت فيه هنايا، درت فيه 3 ديال البيضات ودرت فيه كاس ونص ديال السكر سنيده، كاس ديال الشاي بطبيعه الحال، كاس ديال العنبه. صافي كنطربو داك الخليط هنايا، ولا بدا اننا خصنا نهويو هذا الخليط هذا باش يجينا الكيك يجينا خفيف. وغادي نزيد ليه واحد الكاس ديال الزيت بحال هكا، الزيت الزيت غادي نبقاو نضيفو فيه بشويه بشويه، ما غاديش نديرو يعني الزيت دفعه واحده بحال الشكل اللي كنديرو فيه المايونيز، ونخليو باش داك الخليط ديالنا يبقى مهوي. يعني السر باش ان داك الكيك كيجيكم ناجح وكيجيكم طالع فهو يعني خاصنا نهويو الخليط ضروري. صافي من بعد غادي نجيب الطحين، غندير هذا اللي غندير معكم هنايا، غندير معكم دابا الكيك ديال الكاكاو، هذا اقتصادي ديال الخدمه. ونسيت ما شفت واحد الحاجه انني درت فيه كاس ديال الماء، ما عرفتش واش بان ولا ما بانش، ما بانش ليا، درت فيه كاس ديال الماء. وغادي ندير فيه هنايا جوج كيسان، انا شديت واحد الزلافه ما عبرت فيها جوج كيسان ديال الدقيق البيض، خدرت وخليت كاس عندي تما احتياط، ودرت جوج معالق كبار ديال الكاكاو، ودرت ثلاثه ديال الخمارات، ثلاثه الخمارات. غنخلي لكم طبيعه الحال كلشي المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. جوج كيسان الطحين وهذاك الكاس انا غادي نشوف منين غادي نخلط، غادي نشوف واش غادي ندخل حتى داك الكاس ديال الطحين واش غال الكيك غادي يهز ليا. من طبيعه الحال البيض اللي استعملت انايا هنا البيض متوسط، البيض متوسط ما يكونش صغير وما يكونش كبير بزاف، ماشي مشكل تستعملوا البيض كبير ما كاين حتى شي مشكل. هانتوما شفتوا بانني انا يعني جاني الخليط باقي خصني انني نزيد ليه الطحين. صافي وغادي نخلط مزيان هكايا، يعني غندير غير هكا بالفوي بالطراب يدوي غير بيدي، بغيتو تطربوه طربوه يعني ما يحتاجش لينا بزاف لاننا ديجا اصلا حنا ديجا مهويين الخليط. صافي واخا هكاك يعني تقريبا غادي نزيد ليه واحد المعلقه كبيره ديال الطحين، لان سبحان الله انا دابا الانسان ملي كيبقى يدير الحاجه ويعاود يديرها ويعاود يديرها تاخذ ملي كتكون لا كونتيتي كبيره فكي يعني شنقول لكم كيتعود، يعني كيولي هو يفهم داك الخليط قبل ما قبل ما يبدا يخدم فيه فكيولي فاهمه. هنايا زدت ديك المعلقه لان بقات خاصاني، خديت واحد المول، خذوا اي نوع ديال المول كان عندكم، سواء حتى الا بغيتو تديروه في كيك طويل ايجيكم في كيك طويل زوين، ديروه في اي مول كان عندكم، غير هو دهنوه بطبيعه الحال بالزبده والطحين مزيان. الكيك الاخر غادي نشارك معكم حتى هو رائع فن شي حاجه زوينه زعما كيجي خفيف وساهل، حتى هو ان شاء الله غادي نشارك معكم، غير ما بقاش ليا الوقت هنايا. صافي غادي ندير داكشي اللي عندي ديال الخليط هنايا في المول ديالي، ورانا مسخنه الفران بالضبط بالضبط بالضبط، سخنته 5 دقائق، شعلت عليه الفوق والتحت، وغندير الكيك في الرف ديالي التحتاني اللي قريب العافيه، وما غاديش نشعل يعني ما غاديش غير نخليه يطيب تما كامل، يعني تقريبا غياخذ مني واحد 20 دقيقه هكاك. نتوما طلعوا على الكيكه ديالكم، منين تبان لكم الكيك بدا كيطلع اولا طلع شد فراسو حلوا الفران، ما تحلوش حتى تفوت 15 دقيقه عاد حلو، وقلبوا بالسكين وشوفوا كيفاش يعني الكيك عندكم. صافي ودرت لي داك الحبيبات الشكلاط من الفوق. وهنايا غادي ندوزو باش نوجد معكم الحرشه، ديجا رانا موجدها معكم غير بالنسبه ان شاء الله الناس اللي دخلوا عندي هكا جداد. تما راه عندي جوج كيلو ديال السميده، درت معاها سنيده سكر سنيده جوج معالق كبار، درت معاها الزيت هنايا غادي نشوف القياس طبيعه الحال، غادي ندير واحد الكاس تقريبا ديال الزيت ومن بعد غادي نشوف. درت معاها الخميره ديال الحلوه جوج خمارات كبار، والملح طبيعه الحال، وما درتش الخميره معجونه حتى نهز هذاك الخليط منه باش غادي نقرص. صافي غادي نخلط هنايا كلشي مزيان، نهز الخليط باش نخلي باش نقرص انا هذوك الحرشات اللي عندي، عاد غادي ندوز باش نزيد الخميره معجونه، خميره ديال الخبز او خميره حبيبات. صافي غادي نخلط الحرشه ديالي مزيان كيف ما غتشوفوا معايا. دابا صراحه السميده غلات، ما السميده ولات كدير الخنشه 180 درهم اللي ولات كدير الخنشه ديال السميده،
يعني صراحه السميده طلع لا عفوا 190 درهم. السميده طلعت بزاف صراحه، غتخلق واحد المشكل، ومازال صراحه ما عرفناش لي بخي والاثمنه باش غادي نخرجوا هذا الشيء، الله اعلم. المهم يحن الله، المهم غنشوفوا السوق شنو كاين، شنو كاين فيه. واخا كيف ما تشوفوا انا الخدمه ديالي، انا ما كنديرش خدمه ديال السوق. المهم هنايا غادي نجيب المدافي وغادي نبدا نخلط به داك الخميره معجونه، يعني ضروري تخلطوها في الاول بالمدافي عاد تكملوا القياس ديال الماء اللي عندكم، ولا بدا. حيت اش نعطيكم واحد النصيحه، الا ما خلطتوش مزيان الحرشه ديالكم وخليتوا داك الكويرات ديال الخميره معجونه عندكم في هذا في العجينه ديالكم، راه غادي تجيكم كويره ديال الخميره غتجيكم لداخل في الحرشه ديالكم، وما غاديش يعني غادي فيها ريحه خايبه، وحتى الناس اللي غاديهم من عندكم غيلقاو داك الكره، يعني ما يعاودوش، يعني كاين اللي كيتفهم كاين اللي ما كيتفهمش، كل واحد وعلى حساب. المهم باش تفادوا نتوما المشاكل، انا هنا بان لي بحال طلقت شويه العجينه وزدت ليها شويه من السميده وزدت هنا شويه الماء. السر ديال الحرشه كيف ما كنقول لكم هو انها خصها تكون شويه مطلوقه باش ما كتشقق لكمش من الجناب، والسر انكم تزيدوا لها واحد شويه الخميره. من طبيعه الحال كاين اللي ما كيديرش الخميره، ولكن هاد الحريشات الصغار ولا بدا تكون فيهم واحد شويه الخميره، حيت انا جربتهم بالخميره كيجيو مدقصين. حرشه كبيره متفقه معكم تقدروا ديروها بالخميره، ولكن هاد الحرشه الصغيره ولا بدا انكم تزيدوا لها شويه ديال الخميره من طبيعه الحال، لان الخميره كيف ما قلت لكم كتعطيها كتزيدها، لان هاد الحرشه الصغيره ما عرفش سبحان الله كتقصح الا ما زدتيش ليها شويه الخميره، ديك الخميره كتعاونها باش كتجي شويه يعني شويه هكا هشيشه. صافي هنايا عبرتهم درت فيهم 100 غرام كيف ما غتشوفوا معايا، وخديت داك السيركل، السيركل اللي ما عبرتش شحال فيه، تقريبا غيكون فيه واحد 9 غرام 9 سنتيم عفوا هكاك في العرض. غادي ناخذها ندير على الكريم طبيعه الحال اللي تكون بارده. واللي باقي ما دارش ليا اللايك الفيديو اهبط دابا يدير واحد اللايك يلا. ما تنساونيش كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم، وتا انا ان شاء الله ما غنبخلش عليكم اي حاجه بالجديد. المهم انا غادي نكمل باي حاجه عفوا درتها راه غنشاركها معكم ان شاء الله بالتفاصيل ديالها. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا استفت الحرشه ديالي في الكريه، صافي غادي نشعل عليها باش تطيب وغنخليها حتى تطيب هذا، وتشوفوا معايا الطلبيه ديالي كيفاش كملتها كامله. وصافي من بعد الفقاص ها هو شفتوا كيفاش جا معايا، طيبته جا رائع وجا هشيش وجا مقرمش صراحه، جا زوين بزاف. ان شاء الله غادي قريب غنشاركوا معكم، والغريبه البهله رانا فايته مشاركها معكم. وبالنسبه للكيك هذا ديال الشكلاط جا رائع حتى هو، وجا خفيف، كنصحكم تجربوه وتعتمدوا في الطلبيه ديالكم. بالنسبه للثمن البيع ديال هذاك ديال الشكلاط 40 درهم، وهذا ديال هذا ديال العادي ديال الفاني راه 30 درهم البيع ديالو. والحريشات ها هما كيف ما كتشوفوا معايا، انا هنايا خرجتهم بجوج دراهم ونص، ولكن دابا كيف ما قلت لكم ما عرفتش دابا مع السميده طلعات ما عرفتش صراحه هذا الثمن ديال الفقاس بشحال، الثمن ديال الحرشه بشحال غادي تكون. كانت هذه هي الطلبيه ديالي ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا، ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم. بالنسبه اللي بغى يتواصل معايا انا خليت لكم الرقم ديال الواتساب ها هو هنايا على الجنب، وخليت لكم الانستغرام ديالي، وان شاء الله مازال غنوجد لكم فيديوهات مقبله بداكشي اللي غادي نخدم في الطلبيات. وبسلام عليكم.